ألو، بتول بنتي الحلوة، في شي أخبار عن هاندا؟ طيب بنتي، شكرا. تعا فورا تركت كل شيء وجيت، ولهلا ما فتحت امك. شو بدنا نعمل، نضل هيك؟ لا لا، بس ما بعرف كيف او من وين بدي ابدا وشو بدي اقول لك يا مان. يمكن يساعدك. بصحتك بصحتك. رجعت شوي بذاكرتي لورا، كل شيء كسبته بحياتي كسبته بتعبي وعلى جبيني، يعني ما حطيت ايدي على شي جاهز مثل ما بفكر الكل. جاهدت وتعبت، وانت هيك مجتهد مثلي تماما. تعرف شي؟ تماما، مثل ما بيتعبوا ايدينا قلبنا بيتعب كمان، بس تعب القلب اكبر. والله ما فهمت عليك شي من اللي عم بتقوله. عم يعني مبين في شي مو منيح، بدك تحكي بوضوح. مو سهل ابدا، مو سهل، بس بدي اقول لك اياها. انا من زمان كنت احب وحده كثير، ازادة تزوجتني وبتعرف هالشي. اللي صار انه كل عمرها ما نسيت السيره، عملت حياتي مثل السجن، كل يوم تعمل لي مشكله. دقيقة دقيقة، طالما كنت تحب وحدة تانية، ليش تجوزت أزادة خالي؟ يعني ليش ما تمسكت بحبك وبالبنت اللي عشتها؟ ما صار هالشي، ما صار، ما قدرت. كنت مضطر اسمع كلمة أبي للناس اللي رفعوني ووصلوني لمكان معين، ما قدرت أبدل. بس تأخرت كثير لبين ما ندمت. تأخرت كثير بالطلاق. كيف يعني؟ يعني أزادة وأنا عم نتطلق، بس ما رضيت نتطلق بالتراضي، وأنا كل شي كسبته بأظافري وأسناني ما بدي أترك لياه، لأن لولاي، لو أنا ما اشتريت هداك القصر كان أبوها أفلس. هلأ بدها تاخذ مني كل شي، الأراضي والأسهم وكل شي مسجل باسمي. شو بدك تعمل انت؟ يعني بدك تعطيها كل شيء؟ طبعا لا، مشان هيك ما بدي لك لهون. اللعبة تبعك خلصت. بعد عني. رح بعد عنك. لا تخافي، رح بعد عنك سنين لأنك رح تفوتي على السجن. لا تقرب وإلا بقتل حالي. ضحكتيني وأنا مو جاي على بالي أضحك. أنت ما فيك تأذي حالك بنوب نزلية. ولا بضرب حالي وبلمسك التهمة كلها إلك. عن جد؟ ما بتعمليها بعرفك، أنت ما بتأذي إلا الناس اللي حواليك، ما بتتقوي إلا عليهم. عم بقول لك نزلي السكين. بعملها فريد، بعملها بعد. هاندا، نزلي هالسكين من ايدك. يلا هاندا، اتركي 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 اتركي. قلت لك اترك اترك ولك اتركني. وقفي وقفي ولي وقفي. بدك تدفعي ثمن اعمالك كلها يا هاندا. كل اللي صار بسببك انت، لو ما جبت هديك البنت على عرسنا ما كان صار اي شيء. ما في مهنة، ما في مهنة.